مشاهدينا الكرام أهلا بكم، يتجدد اللقاء معكم في جولة جديدة لمنشيت الصحافة. سنتناول خلالها أبرز ما طبع في الصحافة المحلية والدولية، ويسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة المحلل السياسي مساعد المغلم. أهلا بك أستاذ مساعد. صباح الخير عليك أستاذ فاطمة. وننتقل الآن إلى متابعة أبرز عناوين صحافتنا المحلية بعد الفاصل. نستهل جولتنا بالصحافة المحلية، وهذا المنشيت من صحيفة الجريدة. الخالد يستعرض مع المحاسبة التدابير الاستثنائية لتلبية متطلبات الجهات الحكومية ودون الإخلال بالمحافظة على المال العام. صحيفة الصباح، تأكيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حرص دولة الكويت بتوجيهات أميرية سامية على استكمال وتعزيز مسيرة التعاون الأمني الخليجي حفاظا على أمن واستقرار مجلس التعاون وحماية لمكتسباته ومصالح مواطنيه. باسل الصباح، يصرح أن 50% من المصابين بفيروس كورونا مجهولون، لا يحملون أي أعراض ويتسببون بنقل العدوى. تحت هذا المنشيت كتبت صحيفة الوسط أن وزير الصحة قام بجولة تفقدية على القاعة 4 في أرض المعارض بمشرف للتأكد من جهوزيتها لتحويلها لمستشفى ميداني يستقبل حالات الاشتباه أو المؤكدة بفيروس كورونا من العمالة الوافدة. وفي السياق ذاته، تناولت صحيفة السياسة هذا المنشيت وزير الصحة السيطرة على كورونا في المهبولة والجليب خلال أسابيع. أستاذ مساعد، يعني بلا شك أن القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في الفترة الأخيرة هي لمصلحة المواطن والمقيم على هذه الأرض، ومن خلال آخر قرار الذي تطبيق الحظر على بعض المناطق المهبولة والجليب، نرى أن البعض التزم والبعض لم يلتزم. الآن مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، ما هي الرسالة التي تود أن تقدمها، أو كيف قرأت بمعنى أصح القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء بخصوص الحظر الجزئي على بعض المناطق؟ أنا أعتقد يعني مجهود وزارة الصحة بقيادة معالي وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، مشكورين كل طاقم وزارة الصحة أمانة، ومجهود مشهود له. إلا أن القرارات كقرارات الحظر الكلي لم تكن إلا بناء على تقارير صادرة من مناطق ذات كثافات سكانية عالية، أيضا عدم التزام في تعليمات وزارة الصحة، التباعد الاجتماعي أو التباعد المسافة ما بين الأفراد غير موجودة في تلك المناطق. أيضا هناك يعني اليوم نجد أنه هذه الإجراءات اللي تتم اتخاذها هي إجراءات احترازية، لازلنا احنا في مرحلة الإجراءات الاحترازية، وأن وصلنا ودخلنا مرحلة الإجراءات الوقائية، ولكن اليوم نحن نبحث عن احتواء هذا الفيروس بشكل عام، وخاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. أيضا الثقافات، اختلاف الثقافات في تلك المناطق، خاصة يعني منطقة جليب الشيوخ ومنطقة المهبولة، فيها عدة جنسيات أو العديد من الجنسيات، وهذا يعني نواجه صعوبة اليوم تواجه وزارة الصحة ووزارة الداخلية والقائمين على المنطقة هناك للعديد من المشاكل، من ضمنها اختلاف الثقافات. نعم. لذلك نتمنى لهم التوفيق. بالنسبة يعني شنو اللي نقوله لهم، أو اللي نقول أهالي منطقة جليب الشيوخ ومنطقة أيضا المهبولة، نتمنى أنهم يلتزمون في هذه الإجراءات. أنا أمانة شفت فيديو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لطفل لا يتجاوز عمره 7 سنوات، طبعا في مملكة المغرب الشقيقة. هذا الطفل يعني لا نتمنى أن يكون أحد أطفالنا، نسأل الله أولا له الشفاء ولكل الناس المصابين، لا نتمنى أن يكون هذا الطفل أو أي طفل في هذا الموقف بدون والدينه، بدون أسرته، بدون أحبابه. خذوه إلى سيارة الإسعاف، بالنهاية من سيجلس معه في المستشفى؟ الطاقم الطبي. كيف سيتأقلم الطفل مع هذا الطاقم؟ كان الله بعون كل مصاب، ونسأل الله الشفاء لكل مصاب. لذلك لا تضع نفسك أو تضع أطفالك أو تضع أسرتك في هذا المحك، لأن هذا فعلا محك. الابتعاد عن الأسرة
أنت اليوم بجلوسك في البيت تساعد الدولة على احتواء هذا الوباء، وبإذن الله أن سننتصر إن شاء الله عليه. نعم نتمنى ذلك، وبالفعل البقاء في المنزل في هذه الفترة بالذات يعني هو أمر ضروري. نقرأ في صحيفة الراي هذا المنشط: الجليب والمهبولة تحت العزل، استباب أمني وتنظيم إداري واحتياجات مؤمنة، المخزون الغذائي وفير والأسواق متاحة، وفي الحظر تتولى الفرق التطوعية التوصيل للمنازل. ننتقل إلى صحيفة النهار التي تناولت إعلان وزارة الدفاع عن وصول طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية قادمة من جمهورية الصين الشعبية، محملة بالمعدات والأجهزة الطبية اللازمة للظروف الصحية التي تمر بها البلاد. عنوان آخر في صحيفة القبس: بنك الدم البدء بتحضير البلازما المناعية لمواجهة كورونا ضمن المواصفات العالمية. سنتابع منشطات الصحافة الدولية بعد الفاصل. مو الكل لازم يستخدم ماسك، فقط إذا كان عندك أعراض جهاز تنفسي أو اشتباه كورونا، أو إذا كنت تخالط الناس اللي عندهم أعراض في الجهاز التنفسي، هني تلبس ماسك، على أساس أن احنا ما نهدر الماسكات هذه واستخدامها بشكل غير صحيح. إذا بتحطون الماسك حرصوا أن الطرف الحديدي في الماسك يكون على جسر الأنف، والطرف المطاط يكون خلف الأذن، وإذا بتشيلونه شيلوه فقط من الطرف المطاطي ولا تجيسون الماسك على أساس أنه احتمال يكون فيه قطرات اللعاب. الشغلة الأساسية اللي لازم تنتبهون عليها: إذا في أي معلومة موجودة في السوشيال ميديا لا تصدقونها إلا إذا كانت من المصادر الرسمية، وهذا حفظا على سلامتكم. نيويورك تايمز تنشر مقالا لديفيد جودمان بعنوان: كيف أعاقت التأخيرات والتحذيرات غير المصدقة مكافحة كورونا في نيويورك. الرد الفيدرالي كان فوضويا، هكذا علقت الصحيفة. تحت هذا العنوان يكتب جودمان: أخذت امرأة تبلغ من العمر 39 عاما الرحلة 701 من الدوحة قطر إلى مطار جون إف كينيدي الدولي في أواخر فبراير، المحطة الأخيرة من رحلتها مدينة نيويورك من إيران. بعد أسبوع وفي الفاتح من مارس كانت نتائج اختبارها إيجابية بالنسبة لفيروس كورونا، وهي أول حالة مؤكدة في مدينة نيويورك لتفشي دمر بالفعل الصين وأجزاء من أوروبا. في اليوم التالي وعد الحاكم أندرو كومو الذي ظهر مع العمدة بيل دي بلاسيو في مؤتمر صحفي بأن يقوم المحققون بتعقب كل شخص في رحلة المرأة، ولكن لم يفعل ذلك أحد. بعد ذلك بيوم أثبتت نتيجة اختبار لمحامي من نيو روشيل، وهي إحدى ضواحي مدينة نيويورك، وجود الفيروس، وهي علامة مقلقة لأنه لم يسافر إلى أي دولة متضررة، مما يشير إلى انتشار الفيروس. أستاذ مساعد، يعني دائما ما كنا ننظر للولايات المتحدة بأنها دولة عظمى في كل شيء، سواء على الصعيد السياسي، على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد الصحي أيضا، ولكن مع أول اختبار يواجه الولايات المتحدة نجدها أنها فشلت فيه، خاصة مع ارتفاع معدل الوفيات وارتفاع معدل الإصابات الذي فاق الصين بكثير. الآن الولايات المتحدة تتجه إلى الأسوأ، فلماذا وصلت الولايات المتحدة وبالتحديد منطقة نيويورك إلى هذا المنحدر الخطير؟ أولا يعني كل الدول العظمى اليوم انكشف نظامها الصحي، وليست الولايات المتحدة حصرا، ولكن إذا نبي نتحدث اليوم عن ما يحدث في نيويورك كولاية، أنا أعتقد في البداية الولايات المتحدة من خلال خطابات الرئيس ترامب لم تكن على قدر من المسؤولية. هذا ما تتحدث عنه الصحافة الأمريكية. أيضا لدينا هناك اختلافات ما بين الحكومة المركزية وحكام الولايات فيما يخص بتطبيق السياسات، فتجدين أن بعض حكام الولايات يتعاونون مع الحكومة المركزية والبعض الآخر لا يتعاون معها ويفرض أيضا سياساته. ولاية نيويورك هي محط
اولا او يعني محطة لكل المسافرين. لذلك تجدين ان انتشار الفيروس فيها كان اوسع بشكل كبير. اضف على ذلك اليوم هناك ايضا عملية عدم اكتفاء او عدم كفاية بالاجهزة الطبية او اجهزة التنفس بدليل خطاب الرئيس ترامب للشركات بالتصنيع اجهزة التنفس، خاصة ان الولايات المتحدة ذات مساحة ورقعة جغرافية واسعة جدا. هناك ولايات تحتفظ ببعض هذا المخزون كإجراءات احترازية. الولايات المتحدة لم تدخل بالإجراءات الاحترازية إلا بمرحلة لاحقة، يعني نسميها عندما تفشى فيها الوباء، مرحلة متأخرة بالضبط. لذلك احنا نتحدث اليوم خطاب ترامب وأيضا خطاب الساسة في الولايات المتحدة بعدم التعامل بجدية مع فيروس كورونا هو ما سهل عملية انتشار هذا الفيروس. أما فيما يخص انتشاره في نيويورك، أعتقد حتى في مشاكل عندهم في أحد السجون أيضا زاد عندهم العدد بشكل كبير. نعم. الولايات المتحدة تعدت مرحلة 100,000 مصاب، أيضا حالات الوفاة كبيرة جدا مقارنة طبعا إذا قارناها بالصين، ولكن أيضا هي تبقى عملية اليوم نسبة وتناسب. طبعا إحنا لا نقارنها بالصين، طبعا الصين تعدادها السكاني هو الأعلى في العالم، ولكن إحنا نتحدث اليوم من باب أنه نيويورك اليوم هي المطار الذي تنزل فيه تقريبا كل الطائرات من دول العالم، مطار دولي. نعم هناك عدة مطارات دولية في الولايات المتحدة، لكن أنا أقصد نسبة الإشغال في نيويورك أعلى من غيرها لهذا السبب، وأيضا مدينة سياحية. نعم. ومدينة فيها أيضا منتجعات طبية وغيرها، لذلك تجدين الضغط عليها من السياحة العلاجية أو السياحة الترفيهية كان عالي جدا في تلك الفترة، وعدم وجود إجراءات احترازية ساهم أيضا بازدياد وانتشار الوباء. نعم. ننتقل إلى صحيفة التايمز تراقب رقعة انتشار الوباء في بريطانيا وتلفت إلى أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يستجيب للعلاج وحالته مستقرة، في حين تم تسجيل 936 حالة وفاة في 24 ساعة، مما أدى إلى تجاوز المجموع 7,000 حالة. أستاذ مساعد، يعني 936 حالة وفاة في بريطانيا خلال 24 ساعة الماضية، رقم يعني لا يستهان به ويعتبر يعني رقم مرعب بالنسبة لبريطانيا. نعم. الآن الوفيات تتزايد في بريطانيا، هل ممكن أن نقول أن بريطانيا يعني تعيش أيام سيئة في هذه الفترة؟ أيضا نفس ما يحدث في الولايات المتحدة هو يحدث في بريطانيا، وهي عدم جدية الحكومات في التعامل بإجراءات احترازية. مثل ما تفضلتي قبل شوي قلتي دول عظمى، ولكنها فعلا انكشفت في أول نظام صحي. بريطانيا عندما طبقت استراتيجية اللي يسمونها مناعة القطيع، وهي كان المقصد فيها أخذت لغط كبير وأعطت أيضا الضوء الأخضر للنزول إلى الشارع، بحيث أن من يصاب في بريطانيا مناعته هي من تنقذه، إن كان المناعة هذه أنقذت هذا الشخص وتعامل معها وفق المناعة الجسمانية أو إن توفاه الله فهذا شيء. فأخذت هذا النهج إلا أنها تراجعت، وعملية النقاش من خلال البرلمان البريطاني بهذا الموضوع أو بهذا القانون وأخذ المدة الطويلة هذه، جعل من هذا القانون أيضا وسيلة لأن يمارس الشعب البريطاني سلوكه في الشارع، مما زاد من أيضا انتشار الوباء. أيضا هناك مؤشرات تقول أنه ازدياد حالات المصابين فيروس كورونا قد يصل إلى 66,000 وأعلى من ذلك كأرقام. لذلك احنا اليوم لا نلوم إلا الحكومات في إجراءاتها، سواء كانت إجراءات احترازية أو إجراءات وقائية. نعم. ننتقل إلى صحيفة الجارديان، دونالد ترامب يثير جدلا جديدا حول فيروس كورونا مع إعادة فتح ووهان. الرئيس الأمريكي يتهم منظمة الصحة العالمية بمحاباة الصين في الوقت الذي تسجل فيه نيويورك أعلى حصيلة يومية للوفيات ويخفف من تأثير إغلاق ووهان. وبعيدا عن كورونا، نقرأ في لوموند الفرنسية بيرني ساندرز يعلن انتهاء حملة الترشيح الديمقراطي. سيناتور فيرمونت يترك نائب الرئيس السابق جو بايدن المرشح الوحيد للحزب الديمقراطي لمواجهة دونالد ترامب في الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر 2020. ونتابع مقال اليوم بعد الفاصل. الالتجاء إلى الله في كل الأحوال
أمر من صميم الإيمان، فهو القادر على كل شيء ويجير ويحمي من كل شيء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أمته بالاستعاذة بالله من أمور كثيرة ومنها الأمراض، وكان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. مقال اليوم من صحيفة الاندبندنت البريطانية بعنوان: هل يمكن أن يكون كورونا بداية النهاية لصناعة النفط؟ يقول محللون في وول ستريت إن جائحة كوفيد-19 ستغير بشكل دائم صناعة الطاقة وتغير النقاش حول تغيير المناخ. بن تشامبان يكشف السبب مع توقف آلاف الطائرات وأمر مليارات المواطنين بالبقاء في منازلهم. انهار الطلب العالمي على النفط، مادة التشحيم الرئيسية للتجارة العالمية حتى الآن، وبسرعة كبيرة، لدرجة أن المنتجين في وايمونغ كانوا على استعداد لدفع 19 سنتا للبرميل مقابل الحصول عليه. يبدو أن إنتاج الولايات المتحدة وكندا من النفط سيتدمر بسبب التراجع الكارثي في الطلب على النفط، ويعتقد بعض الخبراء أنه سيواجه صعوبة في الانطلاق من جديد، وستزول آلاف الوظائف وسيتوقف إنتاج العديد من آبار النفط، وهذا بدوره سيساعد في التحول نحو عالم منخفض الكربون. هكذا كتب صاحب المقال. هناك جوانب أخرى للأزمة يمكن أن تكون جيدة للمناخ. يمكن أن نلتزم بالتغيرات المحتملة في سلوكنا، مما يعني أن الأشخاص يعملون في منازلهم في كثير من الأحيان ويسافرون أقل ويتسوقون محليا. على سبيل المثال، قد نستنتج الشركات التي تنقل حاليا الإمدادات من جميع أنحاء العالم أو تعتمد على العمالة المهاجرة أن بناء أشياء أقرب إلى الوطن أقل خطورة. كاريكاتير اليوم بعد الفاصل. أستاذ مساعد، كاريكاتير اليوم من صحيفة الأنباء. طبعا الأستاذ محمد السلاب كعادته مبدع يعني، ورسم فيروس كورونا استنزاف للميزانيات في العديد من الدول، وكل الدول تقريبا استنزف ميزانياتها، ولا زالت ان شاء الله ميزانية الكويت، انا اعتبر الخزنة هذه من الحديد ان شاء الله، ميزانية دولة الكويت وميزانية دول الخليج كلها ان شاء الله قوية ومتينة بإذن الله بفضل سياساتنا المالية وبفضل ايضا توجيهات السامية من قياداتنا الرشيدة. نعم بالطبع. حفظهم الله ورعاهم جميعا. بالطبع. نسأل الله أن يرفع عنا البلاء ونتمنى السلامة للجميع. المحلل السياسي مساعد المغنم، شكرا جزيلا لوجودك شكراً معي. شكرا لك استاذة فاطمة. وشكرا لكم مشاهدينا لمتابعتكم لهذا البرنامج. إلى اللقاء.